عسلام عسلام مرحبا. قلت لي عندك مشكلة، شنو بالضبط؟ هي مشكلة، مش هي مشكلة وحدي، 43 خدام معمل سوترا تاكس، هذا متاع فريب. تحب تسمي الأشخاص ولا لا؟ لا، من غير ما نسمو الأشخاص ما نجمو نسمو الشركة، شركة سوترا تاكس تاع فريب من السرس ولاية كيف. ملقينا حتى حل من 2018 التو وإحنا نعانوا. القضاء يرحم والدي أعطانا حق، أعطانا ورقة باش ننفذ، أما ملقيناش مساعدة. مشينا المعتمد لحياة المونتينات، مشينا للوالي هذاك طول، ما حبش يجاوبنا وما حبش حتى يجينا خلاص. عملنا جريف، سكرنا الطريق، عيطنا، عملنا كيما حبينا، ما فما حد شيء. 2018 جينا باش نخدم، فجأة نلقوا المعمل مسكر، مشينا جبنا عاد المنفذ، نفذنا عليه. باهي المعمل فما 46 خدام بركة ولا بأزيد؟ لا، هذوما المترسمين، الاخرين هذاك باي باي في الامان، ما عندهم معناها مترسم طردوا. طردوا يا اخي، انا خذيت حكمي تر التعسف يا راني، فهمني؟ باهي، اعطاني فلوس معناها الحكم نتاعي في يدي. جينا باش ننفذوا ما لقيناش حتى تنفيذ، مشينا للوالي ما حبش يجاوبنا، المعتمد ثاني كيف مشينا للوكيل العام، مشينا للوكيل العام، رجعنا للوكيل الجمهوري، وكيل الجمهورية لا كيف ما فماش. جينا نسكر، جاب باش يعمل اكسبور، جاب كيف يعمل اكسبور، سكرنا عليه الطريق، جبنا ليه عاد المنفذ، نلقوه سارق لنا البال ما فماش بالوثائق راه. الحاكم قص عليه، قال له ما عادش تهز حتى شيء، ما بيناتنا ولد قضية تاع تحيل، هو الراجل متحيل وبطبيعته اصلا مولا المعمل متحيل، متحيل وهو هارب، هو هارب التركي، عنده مرته في جيران، هي الجيران هي اللي تحكم. جيت كلمها تقول لك عندي قضاء بر القضاء، ما عنديش حتى حل بر القضاء، بر مش عارف قضاء واش ما عنده، ما يعمل لي قضاء. عملنا مكتوب للسيد الرئيس، ما رجعش لنا، مشينا للولايه كيف مشينا للمحكمه، ما لقينا حتى حل. اعتبار عندي بطاقه تعريف مانيش تونسي، نخزرها بطاقه تعريف تونسيه، اما نشوف في روحي كاين راه نعش شنو. ولادي تشرد، بطلوا القرايه، وزملائي ثاني كيف ولادهم، فما تخدم في السواني في الطماطم، فما تخدم تلقطه دبابز، معناها عائلات مظلمه في الكيف، اذبح وقتل. معناها ما نحكيش ليك، حتى البطاله فما فماش خدم باش يخدم الواحد، ومشي يخدم. ترى قول لي المراه ما معاش يخدم، شكار السيمان يقول لك خويا ب 14000 والبنيه ب 60000، مسد الشيخ باش يحل لك مرمه خدام، مش يلقى روحه، معاش يلقى روحه. بطلنا الكياس، كان القهوه والكياس، معناها كي تروح للدار الواحد يخزي، معناها ولي حاشم، ما عندوش فلوس، معناها كان بفلوس وكان بشريط وكان وقروض من البنك، متبلعين من القروض انا مع البنك. شكينا ما صورنا شيء. التو عملنا عريضه اليوم، عملنا عريضه باش نزوه لقصر الرئيس وان شاء الله يسمعونا. هو المفروض مش تاخذوا هبوط مثلا اذا كان فما طرد تعسفي؟ هي لكن عندي روح، عندي ورقه فيها 40 ولا 50 مليون ولا 30 مليون ولا 20 مليون، لكن ما تنظمش تنفذ. يعني جينا باش نفذوا سته مرات، ثلاثه مرات جينا باش نفذوه وتحبس تبطل، لانه عنده شكون من فوق. تصور انت سي ان اس اس من عام 2018 مش صابرين حتى ترميسه. نمشي انا واحد من الناس، مشيت انا وزميلي للسيسما للسي ان اس اس، نلقوها زيرو ومش عاطين ورقه نظافه. كيفاش يخرج الاكسبور؟ ما يعطوه الحق الكوتا، هو مش ما عندوش حق، معناها تبقى دايخ. القضاء شنو عمل بالضبط؟ قضاء يرحم والدي اعطانا وثيقه، اعطانا كذا، ما لقيناش حقنا في البر، اعطاك واعطاني وثيقه باش نمشي ننفذ، لكن برا شوف عاد المنفذه مع من تمشي، برا شوف السلط الوالي هذاك ما يسمعناش خلاص، ضربنا على الحيط. وشوف البنات اخزر وجوههم كيفاش مساكين، جايين من غادي كان كاسكروت ما لقيناش باش ناخذوه، تو جوع نمشي جوع، ندخل القهوه ونشرب شربه ماء ونروح. من وقتاش بدات الحكايه هذه؟ اعطيني وقتاش تحل المعمل وكيفاش تسكر؟ شنو السبب اللي خليته؟ 97 حل. حل فجأة، هو عنده قضايا، هرب التركي سكر المعمل. جينا جبنا عاد المنفذ،
جينا باش عاد المنفذ اللي المعمل سكر، ومشينا للتفقديه ومشينا للاتحاد اعطانا اوراق، مشينا للمحكم وصنفتنا المحكم لا سيناسيس. العباد ما عندهاش كارنيات باش يداوي، كارنيه باش يداوي به ولاده ما عندوش. والله فما زميل تاي هنا تلقت في دبابس، صدقني تلقت في دبابس، راهي مأساة في الكيف. المطالب اليوم شنية؟ مطالب ان شاء الله يشوفون الحكومة، ان شاء الله تنصفنا وكهو، تشوفوا لنا وضعيتنا. وضعيتنا راهي مزلة، والعباد راهي ما عادش فيها، رانا متنا مثلا ما فدينا. نشوف في روحي مانيش تونسي، وليت مريم ما نشوف روحي، وليت شك في روحي مانيش تونسي. المعمل توا شنو اللي فيه بالضبط؟ سكر المعمل. المعمل حتى الديوانة عاملة ليها عقلة، عقلات والديوان. تفهمتوش مع الجيران اللي هي مرته؟ تفهمنيش معاها الجيران، تفهمنيش ما حبيش تفهم. جيني كلموا فيها أول نهار عطينا شهريتنا، قالت ما عندكم القضاء. ناس متكبرين. نحن عندنا ربي، راه ديما نقول الحمد لله يا ربي وكهو. يعني اللي عطتكم هبوط لشهريه؟ ما عطيتش لها شهريتي، ما عطيتش هالي، وسين اساس ما صبتش هالي. حتى واحد باش يعمل كرني ما يعطيوش، باش يعطيو باش يداوي. تيو يمشي المعتمديه باش ياخذ يعاني، يقول له ما عنديش. تكيمك مش تدخل من بعض الناس انه معناها لحمه واحده 47 خدام هذوما مترسمين، الباقي وينهم اللي كانوا يخدموا؟ باقي ما مش واحده ما غير كونترات. ما سالش حتى ما غير كونترات، نتصور يتفاعلوا معاك. تفرتت مشت. لا احنا رميجة طالبين مظاهرات ولا عاملين لك المشاكل ولا عاملين كذا. تي هي تعرف جتنا نهار قلت اعملوا مشاكل في الكياس وخلي شنيتي سيبوه من الحبس. هذا وقت دخل الحبس. قلنا لا لا بنتي، احنا ناس مسلمين، ما نعمل لا مشاكل لا حتى شيء، فما القضاء هو اللي يحكم ما بيناتنا. هذا ولدها وقت اللي دخل الحبس؟ لا هي مولات المعمل، هي جيران وقت اللي دخل رجلها الحبس، حبت معناها تدفعنا نحن باش نشدوا الكياس وكذا والمعمل يتحل. يا بنتي قلت راني مانيش صغير باش نرضع في صبعي باش نجي نسكر كياس وحاكم شاد ما يخدم مع روحه واحد وكذا، فما القضاء هو اللي يحكم فيصل. ان شاء الله السيد الرئيس يسمعنا. كلمة الختام اليوم بعد ما وصلتوا رئيس الجمهورية أنه معمل تسكر ولازم تاخذوا حقوق. إن شاء الله إن شاء الله، بس باليوم بركة فما شكون باش يصب لنا مطلب. بعثناه باش يصب لنا المطلب في الرئاسة. إن شاء الله يسمعنا السيد الرئيس. إن